بنبدأ حلقتنا معاك وحديثنا عن التكنولوجيا اللي أصبحت بالفعل بتلعب دور كبير جدا في حياتنا سواء العملية أو الشخصية. الأمر ده طبعا أصبح محور اهتمام للملايين حول العالم، وده اللي خلى شركة جوجل تطلق أكبر مبادرة ليها بالشرق الأوسط، وده لتزويد 500 ألف شخص خلال أول سنتين ليها بالمهارات الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي. وده بيضمن طبعا أو بيتضمن هذا البرنامج طلاب وأكاديميون ومطورون أيضا ورواد أعمال عبر العمل عن مع الجهات المحلية المستفيدة من منح جوجل في المنطقة. تعتزم جوجل تقديم إجمالي 15 مليون دولار أمريكي بين هذا العام ونهاية عام 2027، وبتهدف المبادرة لتوفير المهارات الأساسية في المجال وتمويل الأبحاث ذات الصلة، وأيضا طرح منتجات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي بتفيد الجميع. يعتبر حبيبة يعني ليست هذه المبادرة الأولى من جوجل، كان في 2018 مبادرة وقامت بتدريب أكثر من 3 ملايين شخص، وهذه المبادرات تهدف إلى التنمية ووصولنا إلى تقدم وتطور. وأيضا هذه الأبحاث مشاهدينا الأخيرة تشير إلى ضرورة أن احنا نسرع زيادة الوعي بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لنساعد المزيد من الأفراد على المنافسة في بيئات العمل والاقتصادات اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. وفقا لتقرير إيكونوميست إمباكت، يقدر وصول التأثير الاقتصادي هذا للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وأيضا شمال أفريقيا إلى 320 مليار دولار أمريكي، هذا بحلول عام 2030، واستثمارات هائلة في الذكاء الاصطناعي يعتبر. ونبدأ صباح جديد في هذه الفقرة.